السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم في قناه اناجيل. كما كتشوفوا الطريق اللي تبعناه من هنايا نيشان ان شاء الله الرحمن الرحيم، غادي نخرجوا ديريكتومون في بوقنادل. اصلاح ديال الطرقات شمل لينا على ثلاثه ديال المراحل. المرحله الاولى جات لينا من عند شارع الحسن الثاني ناسيونال 6، وغتخرج لينا لهنايا الشطر الاول اللي هو هذا الشطر الاول اللي وصل لينا لهذا الرومبا اللي كتوصل لينا مع هذا الشارع ديال بنو الهيجام، وكتخرج لينا كترد لينا ديريكتومون هنايا على جنب ديال الضحى. عمارة ديال الضحى مشروع من المشاريع اللي داز هنايا، مشروع جميل وكبير. أغلبية ديال الناس كانوا في الأول ما باغينش يشريو هنايا، كانت واحد لابيريود إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء، الضحى بدات كتعرف واحد المشاكل. فيديوهات راه كاينين في اليوتيوب، هذا راب عليه السقف، هذا طاح عليه، هذا هبط عليه الساس، هذا المهم واحد المجموعة ديال المشاكل راه كاينة في اليوتيوب. الناس ما زعماش تاخذ، ولكن في ظل المنافسه حاولت الضحى تدارك الموقف ديالها وبدلات الشركاء اللي كيبنيو ليها، ورفعات اخواني اخواتي السمعه ديالها شيئا فشيئا. اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء، هادشي ديال لي زابارتمون وهادشي كاينين الريافه من الاولين، هادوك اللي كيبنيو ليه في بوقنادل عطيهم الصحه. عندكم تمشيو للسخيرات، الا مشيتو تاخديتو في السخيرات بقيتو تما. اللجنه ديال المراقبه البيرمي ديال لابيطا خصها عام، وعاد باش يصاوبوا لك لي تيتر ويقادو لك الوريقات خصهم واحد العامين. ليسونسيال مازال انا غادي نمشي عاوتاني نشوف داك الدري صاحبي واش خدا ولا ما خداش، الا مازال ما خداش عاوتاني غادي نغزو كوكان نشوفو هاد المشكل مناش. اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء، هنايا هاد لاترونش خداتها جات تي ار الغني عن كل تعريف، دخل معنا هنايا واحد المجموعة ديال الشركات ديال سينيسمو، ليكيب ديال جي تي ار راهم خدامين هنايا في التوسعة ديال الطريق. شفتو معنا الفيديو ديال البارح، فيديو كان رائع، خدا لينا الوقت، بقينا سهرانين معاهم حتى الصباح. الطريقة ديال العمل ديالهم كيفاش مشات، ملي بداو كيرابوطيو دخلوا صحاب الشطابة، من بعد دازو ما داروا الاسفلت ودرو هذيك الطريقه ديال مانع الاسفلت هذاك ديال مانع التشقق هذاك جيوغري. وشفتوا معنا واحد المجموعه ديال فيديو رائع راه كاين في القناه، اللي مازال ما تفرجش فيه القى في اول تعلم. هنايا داخل السينيسمو شو البواد الحار والماء وداك الشيء كامل وديال البنيه التحتيه، داخل اتصالات المغرب كامله بالماتيريال ديالها حتى هي غتعاود. هذا غادي يسعوه ثلاثة طرقان كيديو حتى كيجيبو ان شاء الله حتى لبوقنادل. هنايا الديبو ديال جي تي ار هما حاطينو في هاد القنيت هنايا قريب ليهم، لي بوتشار الماتيريال الاساسة كلشي حاجة ديالتهم هنايا خدامين اخوتي ترونش بار ترونش ترونش بار ترونش. مجموعة ديال الأصدقاء اللي كيسولوا ويسألون ويتساءلوا
لون هذا اتصالات المغرب. تحيه اليوم على الصور ديال القاعده واش يتحيد ولا ما يتحيدش. كلشي غادي تشوفوه ان شاء الله الرحمن الرحيم مرحله مرحله، وكلشي غادي تشوفوه ان شاء الله الرحمن الرحيم ايطاب بار ايطاب. هاد القنيه حتى هو راه غادي يتريقل، هاد القنيه حتى هو غادي يتريقل اخواني اخواتي. اتصالات المغرب، هذه كبير اتصالات المغرب. اوه هذه كبار بزاف، غادي يوليش. مرحبا مرحبا محمد. هادو ليكيبات ديال الكرة داخلين معاهم حتى الكرة يا خي، هذاك جوكر ديال الكرة اللي كان معانا في نهار هورا. هادو ولاد باب الله، الله يسهل عليهم ويفتح عليهم بيبان الخير والتيسير. هنايا رضال، رضال يا خوشي ما كانش المزاح يا خي، واقف على شغلها البق قميزه افري دي. هذا كيهود سميتو كما كتشوفوا اخواني كيهود السوبر. وهنايا الاشغال مستمر. يلا مول الكرويلة روم الجن. مرحبا مرحبا. هادو أليك، تحية لأليك. هادو ليكيب ديال أليك كانوا في الشارع ديال هما، جاو حتى لهنايا. إذا هاد البصة صافي هي جمعاتها أليك من هنايا، حيت جاو من اللي من التحت من البداية ديال الحسن الثاني وجايين طالعين مع هاد الشارع ديال القاعدة، وغيدوزو على الضوحة في الرومبوان ديال الفرقة ديال الضوحة اللي كتدخل لينا كتدي لنا البولقنادلو وكتجيب لنا شارع ابن الهيثم. هنايا ايكيب ديال رضال، هادي خاصها رون بوان، ضروري رون بوان هنايا، ضروري ومؤكد خاص الروم، ضروري ضروري هنايا رون بوان ضروري سون ديسكيسيون، بدون مناقشة وبدون ضروري، باش الناس ديال اللي غيدخلوا للخدمة ديالتهم يديروا الرون بوان ويدخلوا، اللي غيخرجوا وهي دايرة هي ضروري خاصهم. غادي تكون في البر نجا ولا ما غتكونش، داكشي هو اللي غنشوفوه ان شاء الله الرحمن الرحيم. المهم اي حاجه غنشوفوها كاملين ان شاء الله الرحمن وبرحمة الله تعالى وبركاته. تبقى لنا واحد الدقيقه غنمشيو لكم من هنايا حتى الجال من اللي وغادي نشوفوا شنو كاين. بسم الله على بركة الله. ها
هادو ليكيب ديال أليك. وهنايا هنايا اخواني اخواتي غنبداو لكم الفيديو الثاني من هنايا باش ندخلوا نشوفوا اشنو كيديروا ليكيبات من اللي خليتكم على خير وما كان غير الله الوطن الملك وانا مشيت.